اليوم ان شاء الله في هذا اطار الجلسه ديال الانتخاب اعضاء رئاسه الحي محمد واعضاء المكتب، فالحمد لله اليوم تنبغي نقولوا الساكنه اننا هذه بدايه ديال اننا نفعلوا البرامج ونفعلوا جميع التوصيات اللي كنا اطرحناها في ايامات الحمله، وبالتالي تنظن ان الحمل غيكون ثقيل، وتنعتبروا بان الحي المحمدي ينتظر منا الكثير، وبالتالي فلا احنا يعني كنائب رئيس ولا كاعضاء المكتب ولا كرئيس منتخب غنحاول ان شاء الله اننا نبداو في تطبيق العمل تطبيق البرامج مباشره ان شاء الله من بعد تسليم السلطة. وغادي نقول ساكنة الحي المحمدي بان المجلس بجميع اطيافه ماشي غير المكتب فغيكون ان شاء الله في خدمتهم، وغادي نخدموا على اللي يعني اللي صوتوا اللي مصوتنا نخدموا على ساكنة الحي المحمدي بشكل عام، ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في المواعيد واننا نحققوا ولو جزء من الامال المنتظره اللي تنتظرها وتنتظروا فيها الساكنه ديال الحي المحمدي. كنبغي بهذه المناسبه نهني السيد يوسف رخيص الذي انتخب رئيس مقاطعه الحي المحمدي، واللي جا انتخابه بناء على تكتل وتعاقد ديال مجموعه من الاحزاب السياسيه بالحي المحمدي اللي ارتأت ان ما غنتصارعوش على الرئاسه بقدر ما نتعاقدوا على برنامج اللي يخدم المواطنين، لان هذه التجربه الديمقراطيه ديال انتخاب الرئيس ما هي الا لبنه ومحطه اولى، والاساس اللي كيهمنا كمستشارين وكمنتخبين هو خدمه ساكنه الحي المحمدي، تلبيه حاجياتهم، تلبيه مطالبهم، تنفيذ برامجنا اللي التزمنا بهم مع المواطنين في الحي المحمدي، ونتمنى خير ان شاء الله.